حرية الصحافة مضمون، حرية التنقل مضمونة، الحريات كلها مضمونة بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتان ونصف على انقلاب 25 من جويلية، انقلاب أسماه السعيد بالإجراءات الاستثنائية أو تصحيح المسار. لم يعد مجالا للريبة والنقاش التبعات الكارثية لهذه الإجراءات التي طالت عن اللزوم، إجراءات كارثية على مستوى على الأقل الحقوق والحريات. ويكفينا شاهدا تقرير منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثانية للخامس والعشرين من جويلية 2021. تقرير جاء بعنوان تونس حقوق الإنسان في خطر بعد عامين على هيمنة الرئيس السعيد على السلطة. وأبرز ما ورد في هذا التقرير الأممي أنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهاك استقلالية القضاء، وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان. لا ينفك سعيد الدفاع عن سلطته والقول أو هذه السلطة عديمة الرقابة، يكرر في كل مرة بالقول بأن الحريات مضمونة وأنه لا مساس من الحريات. لكن يكفي التذكير بوجود قرابة 50 معارضة من الصفوف الأولى محبوسين لحد الآن بتهم التآمر على أمن الدولة دون أن تنجح السلطة في إقناع مؤيديها قبل خصومها بوجاهة التهم الموجهة إليهم. أي توصيف لواقع الحال وما العقبات التي تقف في طريق استعادة الديمقراطية. نناقش ملف حلقتنا الليلة الذي يأتي بمناسبة ذكرى 10 ديسمبر 1948، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ضيفنا من جنيف أستاذ أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن تونس الأستاذ أنور أولاد علي المحامي ورئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس. أهلا وسهلا بكما أستاذ أنور أولاد علي من تونس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا أستاذ أنور الغربي، أهلا وسهلا. تحياتي لك وللضيف وللمشاهدين في كل مكان. مرحبا بكم. خلينا نبدأ ساعة لا يمكن نمر، أي معنى لحقوق الإنسان والإعلان العالمي 30 إعلام أو يعني عنصر من الإعلان في ظل ما تعيشه فلسطين وغزة من دمار شامل بتأييد كامل غربي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني أبطلت أو استعملت حق النقض الفيتو في المجلس الأمن في المجلس الأمم المتحدة لمنع إصدار قرار يوقف هذه الحرب الهمجية، حرب التنكيل، حرب التهجير، حرب الإبادة الجماعية. أستاذ الغربي عفوا ما عذرا خلينا أستاذ الغربي. نعم. أم واضح الآن بأن المنظومة الدولية في شكلها الحالي انهارت، وأصبح واضحا هذا أمام العالم اليوم. يعني لما نرى بأن 5 دول اللي هي في مجلس الأمن لديها حق الفيتو، وهي الدول التي كانت منتصرة أو على الأقل التي فرضت يعني إرادتها بعد الحرب العالمية الثانية، هذا الأمر صار الآن من واضح بأنه لم يعد له أي وجاهة في الواقع. ما معنى أن تكون فرنسا اليوم لديها حق الفيتو؟ ما معنى أن تكون بريطانيا اليوم لها حق الفيتو؟ ما معنى؟ ثم ما هو هذا الحق؟ من الذي أعطاهم هذا الحق؟ لماذا الدول الصاعدة والقوى الجديدة لا تكون لها حقوق تمثل هذه الشعوب وتمثل المنظومة الدولية؟ ما معنى أن تتعطل العدالة ويتعطل تحقيق القانون بإرادة فوقية؟ ما معنى أن يتم منع المدعي العام
لمحكمة الجنايات الدولية من دخول مسرح الجريمة في غزة، ما معنى أن يتم منع الأمين العام للأمم المتحدة من زيارة مكان ما في العالم؟ يعني صرنا الآن أمام مجموعة من الإيرادات، نعم الآن نراها في السابق كنا نتحدث عن عصابات وكنا نتحدث عن قرصنة، وهذه قرصنة لإرادة الناس، لإرادة الجماهير. عندما تستعمل الولايات المتحدة حق الفيتو الليلة يا سيدي، ونحن نتحدث هناك المئات إن لم يكن الآلاف من الأمريكيين، من اليهود ومن الأمريكيين الذين يتواجدون في الساحات وأمام مجلس الشيوخ لرفض نعم السياسة الأمريكية، ولرفض هذا التعنت، ولرفض هذا التورط في الإجرام. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم متورطة بالكامل في الحرب بالقانون، فهي نعم شريك مباشر في الإجرام وفي القتل وفي إبادة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة، ولكن هناك إبادة جماعية تحصل في غزة اليوم، ومنع للدواء وللغذاء ولكل مناحي الحياة على الناس. والولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في هذه الجريمة، وبالتالي أن يتم فيما بعد الجاني نفسه هو الذي يأخذ الحق الذي يراه حق ويفرضه على الآخرين، فهذه معادلات صارت مقلوبة ومغلوطة. انظروا كم من الموظفين الدوليين العاملين في الأمم المتحدة الذين توفوا في غزة، مكاتب الأمم المتحدة نعم نفسها المختلفة. نعم وبالتالي مع الأسف الشديد هناك الميزان مختل بالكامل، وصار واضح أن هذه المنظومة والأكثر لا من ذلك بد من اختلال ربما إصلاحها ربما وإعادة تركيبها مجددا. نعم اختلال أخلاقي. من تونس مرة أخرى نرحب بالأستاذ أنور ردعلي المحامي ورئيس مجلس الحقوق والحريات بتونس. أستاذ ردعلي، قبل 7 من أكتوبر 2023 وعلى خلفية البيانات الدولية المنتقدة لتطور وضع حقوق الإنسان في الاتجاه الأسوأ منذ 25 جوليا، كانت انتقادات كبيرة للسلطة لهذه المنظمات الحقوقية، وربما وجدت فريستها وظلتها الآن بعد أن تكشف الوجه القبيح للدول والمنظمات التي أغمضت عينيها تجاه ما يقع المجازر، ربما ما جعل المنظمات الحقوقية والناشطة في حقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان في تونس في حرج آخر ربما مضاعف. نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم من جنيف. فقط أردت أن أوجه تحية إلى المقاومة الباسلة في غزة وهذه البطولات التي ترفع الرأس وتعيد الكرامة العربية الإسلامية إلى الواجهة وتعطي أملا بأن الحق الذي افتك غصبا وتحت قوة السلاح ممكن أن يعود بالقوة وبرد الفعل والمقاومة الحقيقية التي لا تهادن ولا تطبع ولا تبيع ولا تشتري. إذا حقيقة نحن نخجل أن نتحدث عن وضع لحقوق الحريات في تونس فقط دون أن ننسى أو وننسى العفو إخواننا في غزة الذين يسطرون ملاحم بطولية لا توصف وستبقى خالدة لأجيال وأجيال حتى بعد أن نذهب نحن من هذه الدنيا، أكيد ستبقى بطولاتهم خالدة وستذكر تلك العبارات نعم. والملاحم التي قاموا بها. فقط أستاذ أنور أرد علي أنبه لأنه تم بعض الخشخشات، احنا صوتك واضح ولكن إن شاء الله ما تكونش تأثر عليك كده من المصدر، بعض الخشخشات إن شاء الله ما تأثرش عليك في المداخلة. نعم الصوت واضح عندي. جيد. أنا أقول أنه الوضع الحقوقي في تونس الحقيقة هو وضع معناها بان تأزمه لم يكن ورديا قبل 25 جويلية 2021 وكانت فيه عديد التجاوزات، ولكنه ازداد سوءا وكثرت التجاوزات بعد 25 جويلية على مستوى ترسانة القوانين المكبلة للحريات، على مستوى القبضة الأمنية التي أصبحت
يعني طولها على مستوى التجاوزات والإيقافات العديدة التي أصبحت تحصل لكل من ينتقد السلطة القائمة وكل من يعبر عن رفضه عن لبعض الإجراءات، وحتى من يكتب تدوينة هنا هناك في على الإنترنت، وهناك من قرأ مقطع من قصيدة وهو زميلكم الصحفي عامر عياد بهذه القناة وتقريبا في هذا البرنامج بالذات، فأصبح يحاكم عسكريا. واليوم عندنا المعارضة شيماء عيسى والناشطة السياسية تحاكم أمام المحكمة العسكرية، عندنا قضية المطار، عندنا قضية الكولوار، هذوما كل في المحكمة العسكرية، عندنا محاكمات قضية التآمر واحد واثنين وثلاثة، ولا ندري أين ستصل بعد ذلك هذه القضايا. كم قضية اليوم في التآمر على أمام الدولة أستاذ أنور الدعلي؟ كيف سيدي؟ كم قضية، كم عدد القضايا بعناوين التآمر على أمام الدولة؟ الآن عندنا ثلاثة في المحكمة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عندنا ثلاثة، واحد واثنين، وازدادت الثالثة منذ الأسبوع الفارط لمجموعة من جهة القصرين، مجموعة من الناشطين وفيهم حتى غير المنضمين أي حزب. عدد الإيقافات طبعا كبير، وأنتم تعرفوا أنه معناها فيهم من بينهم محامين ومن بينهم رؤساء أحزاب ورؤساء أحزاب سابقين. ويعني كان نشوف القضية التآمر الأولانية بالكل على ماذا بنيت؟ بنيت على وشاية نتاع واحد أعطاه اسم إكس إكس إكس، يعني تريبل إكس سيدة ذا، كناية يمكن على 007 ماذا إكس 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 سيدة ذا. هذايا تتوازيكس، السيد تتوازيكس هذايا يحكي في رواية على نقلا عن صديقه الموجود في الخارج عن صديقته الموجودة في الخارج، يعني عنعنة. هو قال له صديقي، صديقته قالت، وبدأت الإيقافات ولم يسمع إلا لهذا الواشي، ولم يسمع للمصدر اللي قاله ولا الناقل نتاع الخبر منذ 10 شهور. كيفاش؟ منذ 10 أشهر، منذ 10 أشهر والناس في حالة إيقاف، بينهم محامون وبينهم رؤساء أحزاب وناشطون، ولا وجود لتقدم في هذا الملف يثبت أو يدين هؤلاء ليبرر إبقائهم في السجن، مع وجود قرار بتمديد الاحتفاظ معهم. ما زالوا تحت الإيقاف التحفظي، مفعول الإيقاف التحفظي اللي هو في الجنايات لا يمكن أن يتجاوز 14 شهرا حسب مجلة الإجراءات الجزائية، ونحن نناهز على انتهاء الفترة الثانية، يعني كملنا 10 أشهر والآن دخلنا في الفترة الأخيرة متاع الأربعة أشهر النهائية. نعم. أعتقد أنه ربما الذهاب إلى شيطنة المعارضة والذهاب إلى إخراس الألسن أمر خطير جدا، لأنه رأينا أنه هذا هو أسلوب الديكتاتوريات فقط، هي التي لا تقبل إلا صوتا واحدا ولا تقبل إلا لونا واحدا، وتكمم جميع الأفواه، وكل من أراد أن يعبر عن رأي مخالف لابد أن يعاقب وأن يلجم وأن يسكت. هذا أعتقد يدل على ضعف المنظومة القائمة وأنها تريد أن لا يتحدث عن أخطائها أحد ولا يبين نقاط ضعفها أحد. نحن نحيل كما قلت وكما أحلنا في بداية الحصة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر 24 جويلية بمناسبة الذكرى الثانية للانقلاب 25 جويلية لسمي سعيد، إصلاحات وتصحيح مسار وإجراءات استثنائية. مقتطف إيش تقول فيه المنظمة؟ تقول إنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة الرئيس التونسي اتخذت السلطات التونسية مزيدا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهكت استقلالية القضاء، وألغيت الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان. طبعا نشوف حتى ماذا قالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية. لكن خلينا نذكر معك مرة أخرى سي أنور الغربي، ماذا يقول سعيد عن هذا؟ كيف يفند جملة هذه الاتهامات وما يسمى بخرق حقوق الإنسان؟ هو لا يعترف بذلك. نسمعه ونرجع سريعا. يلا. أنهم يقولون أن الحريات في خطر، يتظاهرون
وأكثر من ذلك تؤمن لهم قوات الأمن سلامتهم، ثم يذهبون ويتباكون أمام عتبات أجهزة أجنبية يطلبون الغوث، يطلبون أن تتدخل فينا قوى أجنبية. الدستور سوف يكون معبرا عن إرادة الشعب، لا عن إرادة أي طرف، عن إرادة الشعب ليحقق مطالبه كما عبر عنها في 17 من ديسمبر من سنة 2010، وكما عبر عنها في الاستشارة الوطنية التي ذكرت. نعم، هذا كان خطاب السيد سعيد قبل أوت 22 اللي وقع فيه إقرار الدستور متاعه، وإحنا كنا نحكو على كنا نتحدث عن تهمة التآمر عام الدولة وإيقاف الصف الأول أكاد أقول من الجل المعارضة التونسية، قيادة كبيرة، ثم رئيس مجلس نواب الشعب، ثم وزير عدل سابق، ثم رئيس حكومة سابق، ثم أحزاب كبيرة، ثم قيادة جبهة الخلاص. الآن منذ فيفري هاو سعيد كان يوعد فينا ويبني فينا أنه بمجيء دستور ثم حقوق حريات، هذا الواقع كيف ترد أستاذ أنور الغربي على هذه الوعود وما ارتكس إليه واقع الآن بعد حتى سن هذا الدستور هذا؟ تقريبا أستاذ حسين في نفس الفترة اللي يتحدث فيها سيد قيس سعيد هذا الكلام، كان تصويت في برلمان جنيف باعتبار أنه ما حدث في تونس هو انقلاب، وانقلاب خطير ومهدد للحريات ومهدد للسلم في المنطقة، وكان هذا الأمر واضح. أيام أيضا لا أذكر بالتحديد بعد هذا بهذه الكلمة كان التقى ببلينكون في الولايات المتحدة وأدلى بذلك التقرير رد الخبر المهزلة، والذي لم يسبق أن عرفته الدبلوماسية الأمريكية أن نقلت كلامه حرفيا أمام بلينكون، وتحدث لمدة 17 دقيقة. في المقابل تحدث بلينكون في أقل من دقيقتين وذكر ذلك الكلام، نفس الكلام ردده أمام بلينكون، وذكر له بأنه لا يجوز أن يعتقل رشيد الغنو يعني رئيس البرلمان وهو رجل كبير في السن، ومع ذلك اعتقله، وقال له بأنه لدينا من المساندين لمساره ما يقرب من 2 مليون شخص يذهبون للإدلاء بالحد الأدنى، وأكد له الأمريكيون حينها بأن الأعداد هي أقل من ذلك بكثير الذي من داعميه، وتبين فيما بعد رأينا جميعا النسب الذين ذهبوا للتصويت له وللإشارة الاستشارة التي يتحدث عنها ذهب إليها أقل من 5% من الناس، أقل من 0.1% من المواطنين في الخارج. البرلمان الذي يتحدث عنه صوت فيه أقل من 8% من الشعب التونسي، صفر في الخارج. هل يعقل ونحن نتحدث أنه لا يوجد ممثل للجالية التونسية واحد في برلمان، حتى شخص الذي أتوا به أطردوه من فيما بعد في طرق، ولكنه تصفيق. يقول الحريات مضمونة، حرية النقل مضمونة، التعبير مضمونة، هذا الأهم. يا سيدي، حرية النقل كم لدينا من النواب الذين يمنعون من السفر؟ هل ضيفكم الكريم أنور ولد علي مثلا قادر على أنه يأخذ قراره ويسافر من تونس؟ هل أي صحافي، أي شخص، أي رجل أعمال، قيادات ممنوعة من الظهور في العلن؟ أستاذنا اليوم العياش الهمامي والمحامي لزهر العكرمي وشيماء عيسى حكينا ممنوعين الظهور أصلا. يعني الآن نحن أمام وضعية غير مسبوقة في الحقيقة. احنا كنا في فترة بن علي كان الحديث عن الحريات وكذا، ولكن الممارسات كانت مختلفة تماما. نحن صرنا اليوم نردد كلاما ونصدق، البعض يصدق بأنه صحيح. حقيقة احنا في وضعية
عبارة على أنا كنت سابقا أقول بأنه أمام من يسيرون الدولة هم من الهواة، ولكن إحنا اليوم أمام وضعية أنه نتحدث عن مشجعين، لم نعد نتحدث عن حتى هواة. لدينا شخص واحد كمن نظم سباقا وكان متسابقا لوحده، ولدينا المشجعين من حوله. المشجعين مثلا البرلمان هم مجرد مشجعين، لا يمكن لهم أن يعني يعارضوه في شيء. حكومته، من تعرفون من الأسماء في حكومة ولكن السيد السيد سعيد؟ السعيد من في مداخلة خطاب أخير قال وأكد له لا يعرف أي من الأسماء، قال هو تعترضه هذه الأسماء كما تعترض البقية. أنا لا أصدق اسمح في لي، هذا، لم أنا يقدم ولو قضية لا بجمعية ولا بشخصيات، وقال إنه يترفع عن هذا. أنا أصدق الرجل في هذا الكلام، وكان قال لي أنا شخصيا خلال الحملة الانتخابية 2019 بأنه لا يعرف أحد من المفسرين من حوله الذين في حملته. يوم سألته من يعني يرأس حملتك الانتخابية حتى نتواصل معه وذلك، قال لي لا، كلهم يعني لا أعرفهم بالاسم صراحة، وهم يعني مفسرون يقومون بأدوار التفسير، نعم وبالتالي هو صادق لما يقول أنه لا يعرف الآخرين حقيقة، في هذه صدق. ولكن في الواقع، احنا نتحدث عن الواقع، الواقع يقول بأن تونس فعلا يعني رجعت لما وراء الوراء، ليس لفترة بن علي، صرنا حقيقة. هل سمعت موقف واحد يا رجل، حتى في الموقف أن نحن نتحدث عن غزة وما يحدث في فلسطين، هل ذكر أحدا تونس بخير أو بسوء؟ وكأنها غير موجودة، بمعنى أنه كل ما تردده السلطة التونسية لا يؤخذ به، وكأنه هراء لا أحد يأخذ به نعم لا سلبا. وهذه الخطورة، هذه الخطورة خاصة في العلاقات الدولية، يعني يصبح كلامك لغو، لا معنى له، لا يؤخذ به. وهذه ثم أنه حتى شركائك أنفسهم لا يمكن أنهم يأتمنوك، لا يعرفوا أنكم. تعرف أنه في الخلاف الأخير بين الإمارات والجزائر، الجزائريين يعني واضعين نقطة تساؤل كبيرة حول الدور الإماراتي في تونس، والعربتة السفيرة الإماراتية في تونس بدون رقيب ولا ما حسيب. علاقتها بحقوق الإنسان هذه؟ العلاقة في حقوق الإنسان، هذا يدعم جمعيات ويقولوا أن هذه الجمعيات دعم لحقوق الإنسان، ونفس الشيء في فرنسا، ونفس الشيء إيطاليا، وهذا جمعياتهم وهما اللي يرفعوا هذه نعم الشعارات، ومع ذلك لا أحد يراقبهم، لا أحد يحاسبهم، ولن يحاسبوا في ظل المنظومة الحالية. وبالتالي قيس سعيد يا سيدي، حقوق الإنسان، أليست أموال التونسيين هي من حقهم الطبيعي التي نهبت؟ لماذا يتم التخلي عليها بهذه الكيفية؟ العائلات، يعني رئيس البرلمان الرجل في أكثر من 80 من نعم العمر وينكل به بتلك الكيفية، أليس هذا حقه الطبيعي في أنه يعيش في بلاده وهو منتخب من الشعب؟ النواب 120 نائب اللي قاموا بدورهم وعملوا يعني يوم 21 مارس جلستهم عن بعد، 29 29 29 قاعد اتهامهم بمحاولة وفبركة القضايا ليهم. انظر إلى العزل الآن في صفوف الدولة، هل نعرف السبب؟ الحق الطبيعي لأي مواطن أن يعرف ما يجري في البلاد. هل التوانس اليوم يعرفوا علاش يتعزل الشخص المسؤول، ولا علاش يحاسب، ولا علاش يحاكم أصلا؟ هل نعرف نحن هالخمسين هذا من الموقوفين اليوم على ما هي قضيتهم؟ أليس حقهم نعم الطبيعي أن في هذا يستمع المجال إليهم؟ أستاذ أليس الغالي حق في هذه النقطة بالذات، اسمح لي أحيل كلمة للمحامي أستاذ أنور العليم باعتباره مواكب. في هي القضية أم القضايا الآن، عندما نسمع قضية حتى المواطن العادي، قضية تآمر عام الدولة، جملة تهم ربما توصل الإعدام، لكن هل معقول وأنت ناشط ومحامي منذ العشرية ما قبل الثورة أن قضية بهذه الحجم تترك للزمن؟ نفسه سعيد يقول إجراءات معطلة، هو
هكا يشوف روحه ضحية وأنه مستهدف، القضايا معطلة، ومن جهة أخرى متهمين مضمون فيهم إلى حد الساعة هذه راقدين مخمرينهم في الحبس دون تقدم أشغال القضاء. قال آخر مرة سيد عز الدين الحسكي، قال ولده جهر مبارك نسى اسم وجه القاضي، ولا القاضي نسى وجهه اصلا، ما قبلوش، قبلوا مره واحده. معقول هذا؟ شوف للاسف يعني الاكبر وضع خطير الان اعتقد هو استهداف القضاء. استهداف القضاء في تونس بهذه الشاكله ربما سنرى منه كوارث. علاش؟ لانه عزل 57 قاضي في مره واحده، ثم ايقاف قاضي عن العمل بتغيير اقفاله، اقفال مكتبه، وبدون قرار الى الان، لا تاديبي ولا مثل امام مجلس تاديب اصلا. ثم بعد ذلك ثلاثه في سوسه، واخيرا زاد خلط واحد رابع، كلهم يوقفون عن العمل ولا ندري لماذا، ربما لعدم امتثالهم للتعليمات. الاستهداف هذا للقضاء جعل القضاء يعمل تحت طائله الخوف، الخوف من العزل، الخوف من النقله التأديبية، الخوف من التجميد، وربما التنكيل. نعم. يعني إلى من يلجأ الآن الإنسان الذي يتعرض إلى مظلمة؟ المفروض أن يتعرض إلى قاضي. هو في فقه القضاء أو في الفقه الإسلامي ماذا يقال عن القاضي؟ يقال أن القاضي لا يقضي وهو جوعان، لا يقضي وهو غاضب. فكيف إن كان القاضي مهدد في لقمة عيشه ومهدد، رغم أنه سيد سعيد قال لا أتدخل في القضاء عنده نهارين عاود كلمة هذه. شوف هناك فرق بين الكلام وبين الفعل. نحن على صعيد الفعل نرى أن هناك تنكيل شديد حصل لقضاة، يعني فيهم بعض من تحوم حولهم شبهات فساد في 57، وذلك ربما لتزيين القائمة. لكن هناك من بين القضاة الذين يعلمهم كثير من المحامين ومن زملائهم من أنظف ما يكون، وأناس بدرجة عالية من المهنية ودرجة عالية من الاستقلالية ونظافة اليد، ورغم ذلك عزلوا ونكل بهم لأنهم ربما لم يمتثلوا إلى التعليمات. أعتقد أن وضع القضاء هو أخطر ما يمكن أن يكون في اختلال المنظومة الحقوقية في تونس، لأنه إذا كان المحامي والقاضي اللي هما الزوز المستأمنين على حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها يكونوا مستهدفين ومستبيحين بهذا الشكل، ويصبح حتى المحامي الذي يقوم بدوره هو إنسان معرض إلى المساءلة ومعرض إلى التتابعات. رأينا أنه الأستاذ مهدي زجروبة مثلا الذي يحاكم عسكريا كان يقوم بدوره في حضوره، يريد أن يحضر عام مناوبته التي منعت من السفر، عند الاستماع إليها بمنطقة الأمن أو بمحافظة الأمن داخل المطار منع وتم الاعتداء عليه، ثم لفقت له قضية. لقينا أنه 14 محامي التحقوا بحثا عن زميلهم المختطف أنذاك وزير العدل السابق الأستاذ البحيري، فلوفقت لهم قضية، وعندهم 14 معناها شخص الآن، 14 محامي محالون أمام القضاء لأنهم كانوا يبحثون عن زميلهم المختطف في قضايا أخرى. يعني محامي يتحدث عن ملف يقولوا له أنت يعني تجاوزت وتحدثت وخرقت سر التحقيق، مثل الأستاذة إسلام حمزة التي مرتين تقريبا عندها زوج قضايا من أجل أنها خاضت في تفاصيل أو خرقت ما يسمى بالمنع على منع التداول في قضية التأمين. ما أقوله الآن أن هناك استهداف لكل شخص له صوت. هذا الاستهداف يهم السياسيين، وإلا كل حتى مش مدونين، كلمة مدون ربما كبيرة أصلا، المواطن يعبر يكتب، ثم ناس استهداف حقيقي، لأنه بعضهم يقول خير هذكم سياسيين وش لازهم يعارضوا. أما أن الاستهداف راهو يمس كل الناس، حتى اللي يعبر يقول والله الخبزة هذه مسوسة، خبزة مالحة، ثم استهداف. أنت أعطينا الصورة الواقعية أستاذ أنور العلي. شوف الآن القضايا اللي منشورة في المحاكم بموجب المرسوم عدد 54 وإلا بموجب قضايا الإرهاب، يعني ثم شكون عبر على رأيه ويكتب تدوين على صفحة الفيسبوك
حكم بأحكام كبيرة يعني، وأحيل على بمقتضى قانون الإرهاب، على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. قضايا يومية الآن هناك من يتتبع كل هذه الصفحات وحتى الحسابات الخاصة، وكل من يعبر عن رأي مخالف ورأي ربما يكون جريء أكثر من اللازم ضد السلطة القائمة يتتبع إما بقانون الإرهاب أو بقانون الحق العام، أو تصل الأمور إلى ربما حتى محاكمة عسكرية إن خاض في بعض المسائل اللي قد تعتبر مسا من هيبة العسكر. يعني المشكل الكبير اليوم ما عادش الصحفيين فقط، ما عادش السياسيين فقط، ما عادش الحقوقيين فقط مستهدفين، حتى المواطن البسيط العادي لا يسمح له بالتعبير، أصبح الوشاة ينتشرون في كل مكان، وأصبح الإنسان في ظل الخوف والرهبة لا يتحدث حتى في المقهى أو في الأماكن العامة عما يخالج صدره، وربما يعني يلتجئ إلى النفاق حتى يعني يسلك أموره، وحتى في طوابير انتظار الحليب أو انتظار الخبز أو انتظار البنزين لا يتذمر ويكذم تذمره في داخله خشية أن ينقل عنه ذلك التذمر نعم، ويتسبب له في مشاكل. هو المسيرة هذه اللي عقدت منذ نهارين مسيرة تضامنية مع غزة ومنددة بانتهاك حقوق الإنسان. بمناسبة إحياء الذكرى 73 أعتقد 75 قديش هو 48 2 و3 نعم 75 لإعلان العالم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام. المسيرة هذه شكون خرج فيها؟ خرج فيها الرابط حقوق الإنسان، وخرج فيها اتحاد الشغل أنا نشوف الوجوه. اللي يهمني الآن اللي يبكوا الحريات هم على الأقل شهر شهرين بعد 25 جويلة كانوا يعتبرون لحظة تاريخية، كان عقد النوارة هكا يتصوروا برغم كل حصل، يعطينا صورة على أنه أستاذ أنور الغربي هذه هالجنة اللي يحكي عليها سعيد سعيد مضمونة كل شيء، لم يكتفي لظاها بالناس المعارضين الناس الواضحين في السجون، لكن الناس هذوم حتى كانوا يقفوا ربما على مسافة نقدية واقترحوا مرة قالوا نعم انه اللي اسمه هو الطريق الثالث والرابع والخامس تو ما يقوش حاليا، يعطيك ربما يقرب الصورة على انه الان هل القمع هذا يطال الكل. هذاك علاش هبة مريف، هذه مرايف مدير المكتب الاقليمي شرق الاوسط شمال افريقيا في منظمه التحالف الدوليه اللي عاملين بيان، قلت لك بلاغ عاملين تقارير في 25 24 جويلية 22 23 تقول كونه وقد جرد بذلك تقصد سعيد التونسيين من الحريات الاساسيه التي كافحوا كفاحا مريرا لنيلها وعزز مناخا من القمع والافلات من العقاب. الى اي حد انت كتابع في جنيف هذا الافلات من العقاب؟ كيف تقرأ التقارير الدولية إضافة للمنظمة الدولية ما يحصل في تونس الآن في ظل هذا الدفاع المستميت من سعيد على ما يسميه احترام حقوق الإنسان؟ إخوان المشارقة عندهم كلمة مشهورة يقولوا فيها اللي يجرب المجرب عقله مخرب. احنا شفنا المنطقة هذايا منطقة أنه تردد الكلام، شفنا يعني مع النظم اللي ادعت القومية ورفعت شعارات القومية والعروبة وكذا طوال عشرات السنين، وشفنا النتيجة. أيضا ما مش بعيد يعني ما صار في مصر في 2013 تقريبا نفس السردية، تقريبا نفس الشعارات، الناس اللي ساندوا السيسي في مصر تقريبا نفس النوعية اللي تساند في سعيد، تقريبا التركيبة هي نفسها. فأنك تسلك نفس المسار وانت عارف انك شفت النتيجة بعينك قدامك على طوال سنوات. الناس هذم بالمناسبة جربوا مع بن علي، وبن علي في بداية التسعينات لما حكم قال لهم نتخلصوا من الإسلاميين ومن طرف معين ثم يكون فما ديمقراطية ويكون فما تشاركية وغيره، ورينا شنو عمل من بعد مع محمد مواعدة ومع الحزب الشيوعي ومع حمل همامي وغيرها. وبالتالي الرابطة نفسها إيش صار معها اتحاد الشغل، قيادة اتحاد الشغل، هل تذكر أنه إسماعيل السحباني الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حين في 95 كان مع زيارة بن علي إلى سويسرا ويردد هذا الكلام
وأنه لدينا ديمقراطية ولدينا يعني مؤسسات في تونس، وأنه الكلام، وهو نعم أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل، ليس أيضا يعني ناس في الإعلام لا فائدة في ذكر اسمهم، وهم اليوم في يعني على القنوات التلفزية وغيرها، كانوا في نفس الزيارة وغيرها من المناسبات. بالتالي احنا تعودنا أنه ناس يعني يصبحوا في وضعية اللي ما عاد عنده خيار غير أنه يا إما خوفا أو طمعا، يا إما خوفا أو طمعا. قد تكون رقابة ذاتية مبالغ فيها أستاذ أنور الغربي. لا، هذه تدخل في إطار الخوف، هذه تدخل في إطار الخوف، لأنه لو ما إشاعة عندك مناخ شيء. الرعب هذا. نعم، إشاعة مناخ الرعب أصبح ساري أصلاً. ما عادش هو حتى هذا المسؤول يتدخل في يعني التطوير. مناخ الرعب هذا. أنا في ربما طوال 30 سنة أو أكثر في الخارج وفي جنيف تحديدا لم أرى هذا المناخ من قبل. قبل كنا نعرف أنه في ناس يتبعوا الداخلية، يجوا يراقبوا التوانسة في الخارج، يبعثوا تقارير، معروفين المقاهي اللي يبقاوا فيها، معروفين وين يمشيوا، معروفين. خارج تونس هذا؟ نعم، ملاحقة خارج تونس؟ خارج تونس. والآن رجعت عقلية اللي انت تحكي بها، بعقلية أنه الرقابة الذاتية. قبل كانت منظمة ومؤسسة ومعروفة، توا ولات كل واحد يرى في نفسه أنه هذا نوع من الواجب يقوم به لحماية نفسه. وهذا يسار. هل تعرف يا سيدي، وهذا أقول على مسؤوليتي وذكرتها في أكثر من مناسبة، بأن السفراء الدبلوماسية اليوم التونسية نعم نوع من الانسحاب من الساحة، لا يجرؤوا حتى على ترديد مقولة السلطة، لأن مقولة مضحكة يعني يستهزأوا بها، لا يؤخذوا بها. وبالتالي حتى هذه في الحد الأدنى، المنظومات في السابق وقت بورقيبة وبن علي كان نوع من الحضور ونوع من ترديد الشعارات والقناعة بها أحيانا. ولكن احنا اليوم نشوف في عدمية مطلقة، فما عدمية فيما وفما يتعلق الخوف بإفلات العقاب المهمم أستاذ هذايا. الغربي، إفلات العقاب المسؤولين التوانسة أنتم بتتابعوا في القضايا، ثم تحس ثم متابعة للتجاوزات يعني محاكمتهم مقاضاتهم، وإلا بالفعل كل المسؤولين بما فيهم الآن هم ضحايا كما وزير الداخلية السابق هذا يا بشار سيدي، الدين؟ هناك مسؤولين كانوا في اليوم وقع، ولا بالأمس وقع إعفاء عدد من المديرين والمديرين العامين في الوزارة الأولى على ما أعتقد. وين وزير الخارجية عثمان جيرندي؟ وين وصلت قضيته في المحكمة في سوس أو في الحمام الأنف؟ وين وزير الداخلية السابق؟ وين وصلت القضايا المرفوعة ضده؟ وغيرها وغيرها كثير. فهم يستعملوا هذه الأساليب، يعني كل واحد يجي عليه الدور في مرحلة ما، لدرجة أنه حتى القضاة أنفسهم، تعرف يا سيدي أنه البعض من القضاة اليوم حتى باش يتنقلوا للخارج يسألوا، أحيانا يتصلوا يسألوا إن كان عليهم ملاحقات في الخارج أم لا، لأنهم عارفين أنهم هم يعني في حالة ملاحقة، البعض منهم طبعا. وصلنا لهذه الوضعية، يعني يلي الناس وصلت له وقت بن علي بعد 10 سنين و15 عام، يعني نعم أواخر التسعينات بدأت هذه الحالة في مع بن علي، وصلوا له التوانسة بعد عام ونص ولا عامين من صعود شاهق يعني في هو اختصار المسافة في التاريخ. أستاذ رد علي، نمشي أكثر معذرة فيما يتعلق بالانتهاكات، انتهاكات الشرائح الواسعة. المحامين أعتقد هذه أكثر مرة أسمع بها بالفعل هذا العدد الكبير من المحامين كمسجونين لسبب الدفاع، إذا كان الدفاع نفسه ملاحق، والفصل في المجلة العسكرية أنه ثم حتى بعضهم ممنوعين محرومين من مزاولة المهنة، إذا كان هذا حاله الدفاع فكيف حاله المواطن؟ نعم، أنت تعرف أنه المحامي ولسان الدفاع دائما هو في الخط الأول عن للدفاع عن الحقوق والحريات، وهذه طريفة الحقيقة لابد أن يتحملها من يعون برسالة المحاماة وحقيقة هذه الرسالة، نعم. لأنه ليست فقط مهنة يعني يستعملها الشخص أو يمتهنها الشخص لتدر عليه أرباحا، وهذا طبيعي في ككل عمل وككل مهنة لابد له من مقابل، لكن مهنة محاماة فيها خصوصية،
فيها الجانب التطوعي، فيها الجانب الدفاع عن الحقوق والحريات. وأعتقد أن من لا يستبطن هذا الجانب ومن لا يتلبس به قد فاته الكثير الكثير الكثير. وهنا ربما أستعير العبارة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أنا أعتبر أنه من الواجبات التي لابد أن تكون فيك لتجد حلاوة المحاماة هي أن تكون مدافعاً عن المظلوم، مدافعاً عن الحقوق والحريات. واستهداف المحامي يدخل هو في إطار سياسة تكميم الأفواه، لأنه طبعاً صوت المحامي عالي باعتبار أنه لسان دفاع، وهذا ديدنه دائماً يتصدى ويتكلم ويدافع ويضع إصبعه على الخرقات ويندد بالانتهاكات والتجاوزات. يعني أعطيك مثال: ما حصل أخيراً من هروب خمسة موقوفين على ذمة قضايا إرهاب، قيل أنهم من الإرهابيين الخطيرين والمتهمين اللي فيهم عندهم شكون وصل حكمه إلى الإعدام بعد إلقاء القبض عليهم. وفي أثناء فترة البحث عليهم، أتعرفون ماذا حصل؟ حصل تنكيل وتعذيب للذين لم يهربوا من السجن. يعني حصل تنكيل شديد. خطة باهية دي، خطة حقيقية دي. هذه وقاية، هذه وقاية. عرفت، قالوا كان شد المسيب اللي عمل العمايل، ومن بعد قالوا كان تشوف المربوط هذا كان يتسيب تشوف ايش يعمل. احنا زاد ثم مصيبه كبيره اليوم، حتى الهيئات الحقوقيه والهيئات الوطنيه والجمعيات وصلت عديد الشكايات بوجود تعذيب وتنكيل في المده الاخيره، ومنع حتى العائلات من الزياره. واعتقد انه الافلات من العقاب هو الذي يؤدي إلى تكرار مثل هذه التجاوزات. حصل تعذيب في عهد بن علي لم يحاسب عليه مختلفون، جاء جلدون جدد أو جلدون مخضرمون وواصلوا سياسة التعذيب بعد انقطاع لمدة عامين تقريبا لولانين، أعطونا شوية وجه السوق، وبعد رجع التعذيب كأشد ما يكون، ورناه في ذروته في أحداث باردو تعذيب وصل إلى حد معناها سقوط بدني كبير، نعم. وثم شكون فقد حتى عقله من نتيجه التعذيب. الان رجعت والامنين هذوك استاذ انور استاذ علي ما تحاكموش لحد الان حتى شيء. بالعكس، في قضيه باردو المحكمه الابتدائيه اصدرت حكما بعدم سماع الدعوه على الخمسه اللي تم اتهامهم، والان القضيه منشوره على ما اعتقد في الاستئناف. شوف، يبدو أن القبضة الأمنية عادت بقوة، ولذلك رأينا أن منظومة ما بعد 25 جويلية فيها انتهاكات أكثر وتيرتها من ذي قبل، وأصبح هناك خشية حتى من تتبع المعتدين ربما، لأن المعتدين نافذون. واستهداف القاضي وتخويفه بشكل فيه ترهيب له يجعله يحسب ألف حساب لكل خطوة يمكن أن يرتكبها. أنتم رأيتم على سبيل المثال أن الذين ساندوا انقلاب 25 جويلية انقلبت عليهم الماكينة وأصبحوا حتى في قضايا التآمر. رأيتم أن الديوان السابقة هي عندها قضية التآمر الآن، رغم أنها هي من شاركت في أحداث 25 جويلية ومطلوبة دوليا في الانتربول طبعا، ومش هي فقط، معناها عديدون هم الذين ساندوا المنظومة، منظومة انقلاب 25 جويلية، ثم انقلبت عليهم ودارت عليهم الدائرة. الآن أعتقد أن الحكيم هو من ينظر إلى الأشياء بطريقة بعين حقيقية وعين تنظر إلى البعد، لا تنظر. ألا يحسب لسلطة السعيد أنها ألجمت قطعان، مع كم احترامنا للعناصر الأمنية، مناضلة في الشوارع في الرومبوان في كل شيء، أكل قطعان تاع بعض النقابات مع احترام العمل النقابي، ثم بارش نقابيين محترمين أمنيين، ولكن ثم قلة مجرمة سكتهم ما عادش تسمع بهم، كانوا يغزون البلاطوات. هو سلطة سعيد حبستهم وألجمتهم، مش مظهر مظاهر القضاء على التسيب، كنتوا أنتم أنفسكم ضحايا. وينهم النقابات الأمنية؟ كانت تلاعب على صباح ومساء. هو سلطة سعيد هو اللي حبسهم، مش باهي هذا؟ شوف خويا الغالي، اذا 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 اليوم رينا بعض الظواهر الحسنه، ربما لانه كان هناك ضعف وارتجاف عند المنظومات السابقه انها ما نجمتش توقف التجاوزات،
اللي كانت تحصل من بعض النقابات، وأقول بعض النقابات لأنه كما قلت أنت هناك نعم ثم شرفاء محترمين، حتى نعم في داخل ثم حتى في داخل. محترمين وثم مجرمة، ثم مجرمة كبار. سيدي سيد حسين، المنظومة الأمنية بذاتها، وأنا تحدثت مع عديد من الضباط والضباط السامين إطارات، نعم كثير من التذمر، كثير من التذمر من تجاوزات النقابات الأمنية التي أصبحت يعني تستغل العمل النقابي لتستعصي حتى على أوامر الرؤساء، ولذلك رأيتم أنه تجاوزات صارت حتى مع وزراء ومعناها رؤساء. نعم. تذكر في عهد الترويكا وقت اللي عملوا ديجاج في ثكنة العوينة لرؤساء ثلاث، رئيس مجلس النواب وقتها ورئيس المؤقت وقتها المرزوقي ورئيس الحكومة، عملوا لهم ديجاج وحتى الحكم جاء مخفف جدا يظل شهرين سرسي، ولم يقع تتبع حقيقي من أجل ذلك الاستعصاء وذلك العصيان للأوامر، عصيان حقيقي وتجرد. أنا ما أقوله أنه قد تحصل بعض الأشياء في الأثناء وأنت تكمم الأفواه، ربما تكمم بعض الأفواه الناعقة أو الظالمة أو السفيهة، ولكن أنت لا يمكن يبرر ذلك إسكات ألسن و معناها أصوات الشرفاء بدعوى أنك أسكت سفيها هنا أو هناك، تسكت جميع التونسيين وتصادر جميع الحقوق والحريات وتكمم جميع الأفواه. هذا التعدي لا يقبل تماما باعتبار أنه الحقوق والحريات هي أسمى من أن نعم. معناها يطبق التعسف ويطبق، معناها عبارة أنت عندك تلميذ في القسم، تلميذ مشاكس ومعناها غير مؤدب، يقوم ببعض الأعمال تجاه الأستاذ ويقول بعض العبارات غير الأخلاقية، تحرم جميع التلاميذ أن يرفعوا أصابعهم وأن يتكلموا نعم. ويشاركوا في القسم. هذا عبثي، هذا اعتداء، لأن العقاب الجماعي والصيد بالكركارة والتنكيل الجماعي أمر فيه ظلم وظلم بواح، لأنه عندنا حاجة اسمها في القانون اسمها مبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة، أي أننا لا نعاقب إلا الشخص الذي ارتكب جرما ولا نعاقب لا أباه ولا أمه لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم المبدأ القرآني العظيم. سي أنور الغربي، شو الحل السبيل أنت الآن للخروج من الخوف التوانسة؟ لأنه ذي عسر، ولكن ثم ناس خايفة، ثم واحد يغزر على اليمين وعلى اليسار، ما نحكيش على المواطنين العاديين، لازم نتكلم نحكي على السياسيين، برشا سياسيين كل واحد شد دبوشته. تبين اليوم بأنه الخلاص الفردي هذايا أو محاولة مسك العصا من الوسط كما يقال، أو محاولة تجنب العاصفة مثل ما عمل البعض وربما منها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها من الأطراف أو النقابات الأمنية وهذا، فتبين أنه هذا لا يجدي نفعا، تبين أنه في الواقع لابد من المقاومة، لابد المقاومة المدنية السلمية، الشارع، الاعتصامات، الفرض، فرض فرض واقع، لأنه الحقوق لا توهب، الحقوق لا توهب، ما فماش إنسان. أنتم شفتوا مع ترامب لما جاء إيش عمل، شفتوا إيش عمل نتنياهو نفسه لما مشى وغير القوانين وكذا، يعني شفتوا في فرنسا مع ماكرون أيضا، يعني هذا لما يوجد أي طرف أي حاكم يوجد مساحة في أنه يتغول على الأطراف الأخرى ويفتك منها المساحات متاعها يعملها، أكان في نظام ديمقراطي أو نظام، فما بالك إذا كان في مرحلة يعني المسار الديمقراطي. إحنا تونس في نعم. بدايتها يعني ديمقراطية هشة، يعني قبل ديمقراطية هشة تو معاك سنتين ديمقراطية. نعم سابقا ديمقراطية هشة تو نعم قلنا سنتين ديمقراطية سنتين يعني، وثم بقت مسار متعثر، جاء من جاء بالديمقراطية وانقلب عليها، والنتيجة نراها اليوم. يعني احنا كنا من الخيال ان نتحدث عن التعذيب مثلا سنوات قبل مجيء قيس سعيد للسلطة، من الشيء كان موجود تعذيب، ثم التعذيب اسمح لي، هالناس القاقي في السجون ويفرض عليه يقول قاقي ولا انبح، هذا موجود قبل. الإشكالية هل انه هذا سمح شخصي وإلا مؤسس، هذا سؤالنا، أما موجود كان جرمة موجودة.
بلا شك موجودة. يعني أنا نضيف إضافة أخرى للي ذكره الأستاذ أنور الآن بخصوص النقابات الأمنية، وصلوا دخلوا على محكمة في بن عروس نعم واختطفوا يعني الواحد يحاكم من زملائهم وهدوا، ويعني أكثر من هيك أنا أذكر شخص مسؤول لا فايدة في ذكره في مسؤولية أولى في الدولة، التقيته مرة في الملفات قال لي يعني أنا المسؤول الأول هنا، وبالأمس أعلموني أنه تم تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم وهم كلهم من الذين ورد أسماءهم في على أساس أنهم كانوا من التجمع ومن مسؤولية التجمع في هذه الإدارة قبل ذلك، فجاءوه بقائمة اسمية كانوا سيعزلوا، قال له نحن الآن النقابة وسنحدثك باسم النقابة وهو المسؤول الأول. فبالتالي نحن أمام نوعية بعيدة كل البعد على منطق فهم التسيير وفهم الدول. قيس سعيد نفسه ما علاقته بالتسيير، ما علاقته بفهم هذه، فيتلاعبوا به بشكل أو بآخر. نعم. وهو يعني يجد أن المكان مريح، وجد أن السلطة هذه فيها يعني الرجل يعني تحدث عن 1,800,000، الشعب التونسي يعمل حساب بسيط طوال نعم. المدة اللي بقاها قيس سعيد في السلطة، شهريته ب30 مليون، أتو يلقى عنده 1,800,000,000 وقت اللي يخرج من نعم. السلطة، سهل العملية. وبالتالي القضية ليست قضية مالية فقط محاسباتية، ولكن في تسيير الدولة. نحن اليوم الدولة بلا عقل، الدولة لا تسير هكذا، الدول لا تسير هكذا، حتى إدارة. أنت لما تكون عطار وعندك يعني زبائن وعندك نعم. لابد أن تعرف حاجة الناس وتعرف تتعامل معهم وتبتسم ليهم. ريتوا اليوم قيس سعيد يبتسم للشعب التونسي، ريتوا اليوم قيس سعيد يستمع حقيقة لحاجاتهم الحقيقية مش أتباعه هو والمفسرين، ريتوا نهار يعطي في يعني في كلمات واضحة للآخرين للأجانب مثلا عند حضورهم. نعم كله كلام أعطى صواريخ. الصواريخ على منصاتهم موجودة، ولكن في أي اتجاه؟ أستاذ أرد علي حتى نختم، يعني شنو هو المطلوب الآن؟ ممارسة هذه الحرية، عدم انتظارها، هل المساحات يجب أن لا تترك في دار القانون؟ طبعا شوف، أهم شيء أنا أعتقد هو القضاء على هذا التشاؤم. أرى أن كما قلت سيادتك، هناك من بعض الجمعيات الحقوقية المعروفة من طبل وزمر لانقلاب 25 جويلية في البداية وذهب معه في المسار، يبدو أنه تم التراجع عن ذلك، ولكن أعتقد سياسيين أيضا هناك من طبل وهلل وزمر باعتبار أن الصواريخ التي ذكرت كانت موجهة لخصومه السياسيين العنيدين الذين سيتخلص منهم ربما، وستسمح له الفرصة بأن يكون هو في الصف الأول. لكن عندما طارته هذه الصواريخ وارتدت عليه وجاءه القصف، وهو أيضا أصبح ينتقل المطلوب بصوت عالي وأحيانا أعلى من الجميع. أعتقد أنه لابد أن يتم توحيد الصفوف على مستوى الحقوقيين والجمعيات الحقوقية أولا، على مستوى المدافعين عن حقوق الإنسان بصفة عامة ومنهم الهيئة الوطنية للمحامين، لابد أن يكون صوته عال، ونعرف أن الهيئة الوطنية للمحامين يعني تضم عدد كبير من المطلعين والعارفين بالحقوق وبالحريات وبالقانون، لابد أن ينتظموا وأن يكون صوتهم عالي دون خشية بأن يقول الحق ويقول لمن أحسن أحسن ومن أساء أساء. والسياسيين أيضا لابد أن ينضبطوا وأن يتكاتفوا وأن ربما يلتئم شملهم تحت يافطة واحدة على الأقل، حد أدنى من الكرامة الإنسانية، من كرامة المواطن، من الحقوق والحريات. نعم. عندما نعرف أنه سياسيين ممنوعين من الظهور في المنطقة العامة، نقول عندهم الجرب، ممنوعين من الظهور في الساحات العامة أصلا، كان تحكيها قبل سنوات يقول لك هذا خيال علمي، ممنوعين مش يتكلموا في الإعلام، ممنوعين يظهروا في الساحات العامة. هنا ربما يلخص الوضع للأسف الشديد. حفظ الله تونس. جزيل الشكر ضيفاي أستاذ أنور الدعليان محامي ومدير ورئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس، والأستاذ أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان.
إلى هنا يأتي ينتهي لقاؤنا غدا. إن شاء الله يكون عندنا لقاء هنا مع ضيف فلسطيني قاضي قادم من غزة من الحرب، ويحكينا تجربته ويحكينا على جملة الانتهاكات والتي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. أكثر من 1.9-1.8 مليون فلسطيني يهجر من مكان لمكان داخل فضاء صغير هو غزة. في أمان الله، لقاؤنا غدا إن شاء الله 8:30 مساء بتوقيت تونس.